لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين راضي مشروع وتحصين يصدى كل الفاس ما ذنب هذا الشباب صار في أي ثياب جيل حاله ضياع يعاني كل العذاب من يتعطى الخمور أو يعيش باكتئاب لا مدارس لا أخلاق لا ثقافة ولا أخلاق ما في الراب العلاج إنه أرض خطاب لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين هاي 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 راضي مشروع تحصين يصدق كل الفاسدين راضي مشروع تحصين يصدق كل الفاسدين نصرخ متوسلين والقلب ضج أنين لماذا يقبل الحال شبابنا المسلمين أين أخلاق الرسول ذات صادق الأمين آل الرسول الهداة والصحابة الأكرم لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين راضي مشروع تحصين يصدق كل الفاسدين رابي مشروع مثالي يصنع الشاب المثالي رابي مشروع مثالي يصنع الشاب المثالي الشباب أغلى ثروة شباب الإسلام غالي إلا متى لا نبالي بانقراض الأجالي إنها أكبر جريمة عقل الشبنية فغالي إنها أكبر جريمة عقل الشبنية فغالي رابي نجاة الأشبالي حقيقة لست مغالي لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين رابي مشروع تحصين يصدق كل الفاسدين رابي مشروع تحصين يصدق كل الفاسدين يا إلهي ماذا جرى يا للهولي ماذا أرى يا إلهي ماذا جرى يا للهولي ماذا أرى شبان تعاطى خبرة وأفعال المدمر قد فقت المفاسد لا عبادة لا أخر والدعاة في تخلف أفكارهم منفرة والراب طرح معاصر أفكاره مؤثرة والراب طرح معاصر أفكاره مؤثرة لا خمور ولا هروين لا حشيش وكوكايين رابي مشروع تحصين يصدق كل الفاسدين